بسم رحيم الرحمن رب العالم الخالق للأكوان صلاة وسلاما على النبي العدنان صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام سخي البنان. بدأت بسم الله والحمد أولا صلاة وسلاما على أشرف الملا خوت الإيمان والإسلام. خير استهلال لهذه الليلة المباركة في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم آيات الله البينات اتلوها علينا ذلكم العالم القرآني المقيم بإنشاص البصل فضيلة القارئ الشيخ محمود الدالي. ندعو له بالتوفيق. لنا حضراتكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت
الله يبارك فيك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل إن كنت
يُعَذِّبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها
طغى أنت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. وهكذا يا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني القارئ والمقيم بإنشاص البصل فضيلة القارئ الشيخ محمود الدالي وزيعت من هذا المكان عبر أسير موجات إذاعتنا الدولية والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار تحت إدارة الحاج محمد أبو سرحان وأولاده المقيم بالغار. شكر الله سعيكم جميعا.